اتلف بعلم الزمالك وحطه على كتفه وفي ايده الطبنجة، واداها اعيرة في الجو احتفالا بفوز الزمالك على الاهلي في المباراة الاخيرة في الدوري 2-1. ده كان رد فعل مساعد وزير الداخلية السابق ابراهيم صابر بمجرد انتهاء المباراة، المباراة اللي كشفت عن انتماء مشاهير كتير جدا، والجمهور عرف انهم زملكاوية، ومنهم اللي حضر المباراة، وكل حد فيهم كان رد فعله مختلف تماما، ده غير رد الاهلوية منهم، فده مفاجأة. الفرحة مش سيعاهم، والاحتفالات مش بس بالنسبة للاعبين في غرفة الملابس بعد انتهاء المباراة، ولكن امتدت لجمهور الزمالك قبل ما يكونوا مشاهير، فهم في الأصل مشجعين أصليين للزمالك. ولأن دي تعتبر المرة الأولى في الدوري إنه الزمالك يفوز على الأهلي بعد 4 سنين، وكان آخر فوز لفريق الزمالك على الأهلي في الدوري الممتاز من وقت الدور الثاني لموسم 2019-2020 لما فاز الأبيض 3-1. وزي ما متعودين في كل المباريات لازم يكون في لقطات بتلفت انتباه الجمهور، وتكون دي اللقطات الحقيقية للمباراة بعيدا عن المستطيل الأخضر. ومن اللقطات دي فيديو نشره مساعد وزير الداخلية السابق ومدير أمن سوهاج السابق إبراهيم صابر على صفحته الشخصية على الفيسبوك، وهو بيوثق اللحظة الحلوة دي وبيحتفل بفوز الزمالك على طريقته. ظهر وهو لافف نفسه بعلم الزمالك وحطه على كتفه ولابس ترنج أبيض وفي إيده الطبنجة، ورفع إيده للسماء واداها أعيرة 3 مرات ورا بعض. ولما نشر الفيديو علق وقال رغم أنفهما نور الدين. مش بس كده، نشر صورة كمان بعلم الزمالك وبرضه وهو بيطلع لسانه قال اللي حيشني والله رجلي والنقرس بس. الفوز واحد، لكن رد الفعل والاحتفالات كانت مختلفة لمشاهير كتير وخاصة الفنانين، سواء الأهلوية منهم أو الزملكاوية أكيد. واللي منهم ومعروف بعشقه للزمالك هو صلاح عبد الله، وعبر عن فرحته لما نشر صورة لشعار الزمالك وصورة ليه جنبها وعلق سهم الفرحة جه في راسي، نساني كل المآسي، مبروك لكل الأوفياء أهلي وحبايبي وناسي. وقبلها توقع الفوز وعلق نفسي بعد العيد عايد، ولذلك أتمنى فوز الزمالك وحشتوني قوي أهلوية وزملكاوية. وعلق نبيل الحلفاوي على هزيمة النادي الأهلي وقال شوط أهلاوي بامتياز، استعاد الأهلي أنيابه في الشوط الثاني ودانت ليه السيطرة الكاملة وأحرز هدف التعادل وضغط ليحرز الفوز، ولكن قدر الله وما شاء فعل. مبروك للزمالك وهارد لك للأهلي، مغامرة غير موفقة من كولر أضاعت شوط كامل. أما عمرو أديب فكانت الفرحة مش سيعة، ومن المرات القليلة اللي يتفرج بمزاج، وده عشان دايما بتحصل المباريات وقت إذاعة البرنامج وبيعلق مباشرة على الهواء، لكن المرة دي كتب بوست وقال يا من تكريم يا رب، أخيرا أخيرا كسرنا حظ الأهلي المتين، كانت هتضيع زي ما ضاعت سنين، بس ربك حب يفرحنا مرة على سبيل التعويض والطبطبة، نادي فنان نادي حريف، بس ما كانش مصروف له بقرش حظ أو توفيق. من اليوم وطالع زمالك، وعلى فكرة كان لينا بلانتي. كمان خالد النبوي قال عادة أزعل قوي لو الأهلي اتغلب، لكن النهاردة فرحان لك يا صديقي، ألف مبروك الفوز مرة كل 20 سنة. وأيتن عامر علقت بألف مبروك لنادي الزمالك، ولازم نشوف حل في سيف الدين الجزيري ده يا جماعة. أما رشا مهدي قالت أنت العيد والعيدية، مبروك للزمالك مدرسة الفن والهندسة. كمان محمد هنيدي نشر صورة لي من مشهد من فيلم فول الصين العظيم وعلق احضروا لنا ريال مدريد الآن، مبروك للزمالك. وطبعا أحمد خالد صالح وهنادي مهنا حضروا المباراة في الاستاد، رأيكم إيه في ردود أفعالهم والزملكاوية منكم؟ عملتوا إيه بعد الفوز؟ شاركونا في التعليقات.